بفضل الله وبعد عناء طويل إخوتي وجدت اسم القناة، وهي المسافر ماهر أو ماهر المسافر. ما رأيكم؟ إذا عجبتك اسم القناة قل لي حتى نخليها رسميا ماهر المسافر. بس ما أعرف، حاسس شوي فيها نوع من الغلاظة، بس حلو بدل من قناة ماهر. أنا داخل على قناة ماهر، لا، حيبقى اسمها ماهر المسافر. محترم ماهر المسافر. يمكن الصوت ما يكون واضح كثير، لكن الطبيعة رائعة. حبيت أوقف هنا أو صورها لكم. نحن في جنوب فرنسا على خط ليون. رح أوريكم المنظر من أمامي لأنه فعلا جميل. طيب خلينا نعدي الشارع بحذر. ما رأيكم بهذه المناظر الرائعة؟ طبعا الجبال من خلفي، هذه جبال الألب يا جماعة، بتبدأ من هنا تقريبا جنوب فرنسا، تمتد لحد إيطاليا، توصل سويسرا، النمسا، تنتهي في هنغاريا. لاحظت فراشة رائعة جدا. لا بتقول ابعد عني. كيفكم يا جماعة؟ الرحلة والله حلوة كتير، يعني كنت أتمنى تكونوا معي هنا في هذه المشوار. هو أنا بسميه مشوار لأنه مسافة السكة. رح ندخل على إليون 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 إليون، رح ندخل على إليون، رح ندخل على إليون 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 إليون، رح ندخل على إليون، رح ندخل على إليون. وعلى غرار آخر، الأغاني اللي أول مرة أسمعها في حياتي، رجل بيغني على رجل بيقول الودة حلو سبع سن الودة حلو، ما أقدرش أنا أبعد عن الودة حلو. في شيء ما ظبط، الودة حلو سبع سن، يعني هو بيحب ولد صغير يعني، مش فاهم. لكن أعتقد المصريين لما يغنوا على امرأة احتراما لها ما بيغنوا مثلا يقول البنت دي حلوة وسبع سنها وما أعرف عينيها حلوة، لا، فهو بيغيرها بيخليها رجل، بيقول الرجل هذا مهذب وطالع ما أعرف شو. جبت من بريطانيا معي هذه البسكوتات، اسمها دايجستيف، ما موجودة أظن في فرنسا. حب أدخلها كلها في بقي. طيبة. اليوم أخسي دخلنا دخلنا إخواتي. حاضر، اللي تأمر بي عناية. In 600 meters, take exit 1B towards Villebanquois, Louis A, Villeban Saint John. حتى المسكينة ما قدرت تنطق. خلينا على عم جون. Take exit 1B, then keep left. بالراحة. زعيف. إيه ما بتتكلميش ليه؟ إيه؟ سكتني. طيب المفروض احنا وصلنا الى منطقة الاوتيل بتاعي، فضل لي قليل جدا. ها هو اوتيل ايبيس، اوتيل ايبيس، ها هو وصلت الحمد لله. وصلنا بالسلامة اخوتي واخواتي الاعزاء، ان شاء الله تكون اقامة جيدة هنا في ليون. وقف حمار الشيخ بالعقبة. دخلت هوتيل اي بي سي. هوتيل اي بي سي.